الآن وحصريا استديو عقب الفرح والعز كل جديد الزفات والشيلات وطلت عبير اليوم طل مواليد ملك عروس تخرج مفاخرها جبلها غذاها الكريم ابن الكرام غذاها غذاها الكريم ابن الكرام يدوم الفرح والعز كله وطلات عبير اليوم طل عروس مفاخر جبل غذاها الكريم ابن الكرام غذاها السبع ويتهن وكل النفاح اليوم هن ومطلق به الشريط غدا وربي يحقق ما تمنى لكن نبارك فرحة اليوم الكبيرة لما تال افراح في طول الليالي يا عبير اللي مزاياها كبيرة يا عروس قدرها بالصدر عالي لقبلت من يجاريها هذه العز كاسيها بنت حرة معاليها نادرة في حلاها انت محمد رع الطيب السناب محمد البشي وهو فخر الرجال امه اللي تفتخر فيها البواب ام فريد وطيبها نادر في غدا زينا لو صافي ريمنا حسنها ضافي كلهم طابعين وافي وكلهم عزي وحزامي واختها اسمى لها كل المود في مجود اللي بها سبع القبالي فيصل اللي بوقفة تعد مهزم بالفخر مضرب مثالي ماجد اخوك يا حوية حي شفاه من كل طيب وحمية يا عبير الفرح دامي يدوم الفرح والعز كله وطلات عبير اليوم صل عروس مفاخرة جبل خذاها الكريم ابن الكرامي خذاها السبع ويتهن وكل النفاح اليوم هل ومطلق به الشريط يغنى وربي يحقق ما تمنى لكن نبارك فرحة اليوم الكبيرة دامت الافراح في طول الليالي يا عبير اللي مزاياها كثيرة يا عروس قدرها بالصدر عالي لقبلت من يجاريها هذه العز كاسيها بنت حرة معاليها نادرة في حلاها سبت محمد راع الطيب السناب محمد البشي وهو فخر الرجال امها اللي تفتخر فيها البواب ام فريد وطيبها نادر وغالي في غدا زينا لو صافي ريمنا حسنها ضافي كلهم طابعين وافي كلهم عز وحزامي وقتها اسمى لها كل المود في مجود اللي بها سمع القبالي فيصل اللي بوقفة تعد محزم بالفخر مضرب مثالي ماجد اخوك يا حية حي شفاه وطارية من كل طيب وحماية خمسة ثمانية سبعة سبعة ثلاثة.